خلي بالك هنقولك على 18 حاجة لو حصلت معاك اعرفها على طول قبل ما يفتح حد ويقولك عليها ممكن تقع في ايد فني مستغل. هزة في العربية قبل سرعة 100 كيلو متر في الساعة يبقى ده على طول ايه؟ ترصيص امامي. 2. هزة في العربية بعد سرعة 100-120 كيلو متر في الساعة ترصيص خلفي. 3. هزة مع دوسة الفرامل على طول طنابير. 4. دوسة الفرامل محجرة يبقى سيرفو. 5. تخبيط وترزيع مع الأرض المكسرة على طول جلب مقصات أو بيض. 6. عوامان العربية جلب مقصات أو مساعدين خفيفة. 7. رجة مع الطلعة مانيوال بس فقط. طقم برياش ديسك واسطوانة. 8. خبطة مع الغيار أوتو بس أو تزنيدة أو عاد مكنة. 9. رعشة على السلانسي وتحس المراية بتتهز أو عاد موتور يا معلم. 10. الطارة ما بتردش وضعها الطبيعي بعد ما لفت طبعا دي صليبة. 11. ترقع مع لف الطارة أو العربية واقفة اسكترا. 12. ترقع أو تقطق مع ملفات على طول دي كبالن. 13. ترقع في الغيارات مع هزة كبالن داخلية. 14. تزي مع لف الطارة وتقلي فيها بطحات. 15. استهلاك بنزين عالي. خد بقى وعد معايا ممكن يبقى حساس شكمان مبينة سلوك بوجيهات رشاشات. 16. سخونية في العجل طير فرامل قافش. 17. صوت عالي من بطن العربية أو من الخلف مع سحب ضعيف شكمان. 18. صوت عالي من حوض العربية من الأسفل مع سحب ضعيف كسر بزور الشكمان أو تنفيس. قلنا لك على اللي فيها واحفظ ال 18 حاجة دولة وكمان احفظ الفيديو.